بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. بعض الإخوة يسأل يا شيخ عن سجود السهو، ويقول بعض أئمة المساجد يسجد للسهو بعد السلام اتباعا للسنة، ألا ترون أن يكون السجود قبل السلام مطلقا؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجوز السجود السهو قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فيكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة أو عن شك فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم شيخ، إذا تكرر السهو عند الإمام هل يكفيه سجود واحد؟ فيه سجدتان، نعم، لجميع ما حصل من السهو عنده في الصلاة. نعم. ما الدعاء المشروع في سجود السهو؟ ماذا يقول؟ كما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، ويكررها، وإن دعا رب اغفر لي وارحمني فلا بأس. المهم أنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. نعم. هل لهاتين الآيتين ارتباط في سجود السهو في قوله تعالى واسجد واقترب، والآية الثانية وقوموا لله قانتين؟ لا، ليس لهاتين الآيتين ارتباط بسجود السهو. قوله تعالى اسجد واقترب يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسجد ويتقرب إلى الله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخت سائلة تقول بالنسبة للأطفال يا شيخ، إذا كانوا غير على غير وضوء هل يمنعون من مس المصحف؟ نعم، إلا إذا كانوا يتعلمون فإنهم يسمح لهم بمس كتابة القرآن تكتب لهم في اللوح، أو يكون معهم مطبوع الجزء الأخير أو العشر الأخير من القرآن ليتعلموا، ويؤمرون بالوضوء، يؤمرون بالوضوء. نعم شيخ، هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في كل يوم 700 تسليمة أو 700 ركعة؟ لا أعلم هذا، ولا أظن هذا واقع من الإمام أحمد، لأن هذا عمل شاق، والإمام أحمد إمام أهل السنة، ولا يعمل إلا ما ثبت عنده في السنة. نعم. ما فضل المحافظة على الأذكار؟ لأن بعض الناس يترك هذه الأذكار. نعم، الأذكار زيادة خير، زيادة خير، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأذكار بعد السلام هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أوقات النهي يا شيخ، هل تصلى فيه النوافل، وهل تصلى تحية المسجد في وقت النهي؟ تصلى ذوات الأسباب عند جماعة من أهل العلم، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل ما له سبب، فإنه يفعل عند وجود سببه، يفعل عند وجود سببه في أي وقت. نعم.
نعود إلى المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند هذا الباب: وإذا نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. نعم، إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ثم قام إلى في ركعة ثم قام إلى الثانية التي بعدها فإنها تبطل الركعة التي ترك فيها الركن، تقوم الثانية مقامها، تكون هي الأولى، تكون الثانية هي الأولى. نعم. وصارت الأخرى عوضا عنها. نعم، هذا معنى أنها تكون مكانها، يعني أنها تكون عوضا عن الركعة التي بطلت. نعم. ولا يعيد الافتتاح. ولا يعيد الافتتاح، لأن الافتتاح سنة ولا يكرر. نعم. قاله الإمام أحمد رحمه الله: وإذا ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى بها. نعم، إذا ذكر سهوا في الركعة التي مضت أو قام منها قبل أن يشرع في القراءة من الثانية فإنه يرجع ويأتي به، يأتي بما سهى عنه من ركن أو واجب، يأتي به ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع. نعم، إذا نسي التشهد الأول وذكر أو ذكر قبل أن يعتمد قائما يلزمه الرجوع. إذا اعتمد قائما وقبل أن يشرع في القراءة اختلف العلماء هل يلزمه الرجوع أو يستمر ويسجد للسهو، لأنه شرع في ركن. إذا قام اعتدل قائما شرع في ركن. نعم. والإتيان به ما لم يستتم قائما يلزمه أن يرجع ويأتي بما نسيه ما لم يستتم قائما، فإذا قام فلا يرجع لأنه شرع في الركن الذي بعده، لكن يسجد للسهو. نعم. لحديث المغيرة رواه أبو داود. نعم. ويلزم المأموم المتابعة ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. أي نعم، يلزم المأموم متابعته، لأن يعني إذا قام واعتمد قائما لا يرجع إلى الإتيان بالتشهد، التشهد الأول يعني، يلزم إذا اعتدل قائما شرع في ركن فلا يرجع من ركن إلى واجب، إن التشهد الأول واجب وهو شرع في ركن فلا يرجع من ركن إلى واجب. نعم. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. هذا النوع الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. إذا شك في صلاته هل صلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. نعم، يلزم المأموم متابعة الإمام، فإذا شك الإمام والمأموم لم يشك فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام. نعم. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، هنا شكلت ولم يعتد. نعم، إذا شك هل أدرك الركوع مع الإمام أو رفع الإمام قبل أن يدركه فإنه يأتي بركعة ويكمل صلاته ويصح ما أشكل عليه في الصلاة. نعم. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي. إذا شك وبنى على اليقين أتى بما بقي من صلاته
فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على الأقل على أنها ثلاث، ويأتي بما شك فيه ويسجد للسهو. نعم. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه. نعم، يأتي به المأموم بعد سلام إمامه إذا كان المأموم مسبوقا وسهى مع الإمام، فالإمام لا يتحمل هذا السهو عن المأموم، فيأتي به المأموم بعد سلام إمامه. نعم. ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى إمامه أو سهى هو، ليس عليه سجود سهو لأنه تبع للإمام. نعم. شيخ، كثرة السرحان في الصلاة، وما سببه؟ وماذا يلزم الذي سرح كثيرا في صلاته؟ على المأموم أن يحاول الإقبال على صلاته، يستعيذ من الشيطان الذي يلبس عليه، يعمل الأسباب الواقية من هذا ويعينه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نكتفي بهذا القدر من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. كان معنا سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. سوف نستكمل إن شاء الله ما بقي من هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، وتقبلوا تحيات الزملاء الذين سجلوا هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.